قالوا سيادنا الاولى الحساب صابون وحنا في برنامج جايين نتحاسبوا كنرجعوا نفتشوا في العقود الراشيه كنحللوا وكنناقشوا عاد باش كنتحاسبوا. اليوم اختارينا كريم التازي ملياردير كيعتبروه مجموعه من المتتبعين ديالو ان عنده زوج وجوه، مره اشتراكي ومره اقطاعي. خرج في احتجاجات 20 فبراير ورفع شعارات كبيره في 2011، مشى بعيد وهاجم محيط جلالة الملك ورفع شعار محاربة الفساد والاستبداد ضد المخزن. كريم التازي دعم شباب حركة 20 فبراير ماديا ولوجستيكيا وخرج حفى معهم الصباط. خرج بتصريحات في مجموعة من الصحف كيدعو فيها الإنصاف الطبقات الفقيرة والهشة والحد من الممارسات الفاسدة اللي غادي ترجع البلاد اللور. Un caractère responsable qui a poussé Karim le patron à déclarer publiquement son soutien au mouvement. Un soutien moral mais aussi un soutien financier dont il ne veut pas parler ouvertement. Un soutien moral mais aussi un soutien financier dont il ne veut pas parler ouvertement. Le socle minimum dont rêvent tous les Marocains, qu'ils soient chefs d'entreprise ou citoyens, c'est d'abord la construction d'un véritable état de droit. Pour les simples citoyens, c'est déjà le fait qu'il y aura moins d'injustice, parce que le sentiment d'injustice est extrêmement fort. Et puis pour l'homme d'affaires que je suis, c'est le meilleur terreau sur lequel peut prospérer l'économie. La démocratie, c'est les Marocains qui doivent prouver qu'ils la veulent vraiment en s'engageant dans la vie de leur pays, en s'engageant politiquement, en s'engageant associativement. 2011, مديرية الشؤون العامة بولاية جهاز الدار البيضاء الكبرى حذرت كريم التازي من الخروج في تظاهرة غير مرخص لها بالشارع العام. في قرار ولائي توجه لي بشكل مباشر باعتباره المحرض الأول على التظاهر والتمويل والتوجيه. قرار المنع من التظاهر قال فيه والي الدار البيضاء آنذاك أنه بلغ إلى علمه أن كريم التازي كيشرف وكينادي وكيأطر التظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية المتبوعة بالاعتصام على مستوى عملة الدار البيضاء. نسخة من هذا القرار كان وجهها والي الجهة إلى السيد وكيل الملك بنفس المدينة. كريم التازي من بعد موقع ما وقع اعتبر أن حركة 20 فبراير حركة متهورة لا يقودها عقلاء وحكماء، وبالتالي فإنها حاذت عن مسارها الطبيعي وطلقهم وما بقاش كيخرج معاهم. سي كريم التازي، نعلم جيدا انك دعمت حركه 20 فبراير، الان يقولون بانها فقدت البريق ديالها. واش مازال كتدعمها شخصيا ماليا لوجستيكيا؟ وهو ماليا ولوجستيكيا ما بقى ما يتدعم اليوم. الحركه راه يمكننا نقولوا ناعسه. في انتخابات 2011 خرج كريم التازي وهاجم حزب العدالة والتنمية وقال أن هذا الحزب خاض انتخابات 2011 استغل فيه شعار 20 فبراير واللي هو جميعا ضد الفساد والاستبداد مع بعض التغييرات الطفيفة، وأنه بعد فوزه قلب الفيستا. حنا كمواطنين حيت السعد إله بكيران دار الحملة ديالو بشعار واحد وهو جميعا ضد الاستبداد والفساد، وما كناش تندخلوا إلى آنذاك في القوانين والنصوص وداك الشيء، كان هذا مشروع باعوه لنا، لأن سيدي حنا غادي نمشيو نشوفو هاد المراكز اللي تتصنع فيها القرار، هاد المراكز اللي تتكون الدولة العميقة الحقيقية، هاد المراكز اللي منها جاي الاستبداد وغادي نحاولوا نتصداو لها، واليوم باش تنسمعوا السي الخلفي تيقول لنا بأن ما عرفت أنا شكون اللي صفت سي أنزلة الحبس. انا تنشوف غير بان وكيل الملك، او واش السي الخلفي ما عرفتيش كل اللي صافت سي انزل من الحبس؟ واش بلا حياه بلا حشمه تقولها لنا؟ بعد ما التحق كريم التازي بحزب اليسار الاشتراكي الموحد سنه 2018 استقال من حزب نبيله منيب بسبب العريضه اللي وقعها الى جانب مجموعه من الشخصيات واللي طالبات فيها المغاربه بتعليق المقاطعه اللي خاضوها منذ اشهر ضد المنتجات الاستهلاكية لبعض الشركات. كريم التازي نهار عينه جلالة الملك سنة 2019 في لجنة النموذج التنموي الجديد قال أنه ما قلبش الفيستا، وأن التازي اللي تعين في اللجنة هو نفسه اللي خرج في حركة 20 فبراير. لكننا تنعتقدوا
بان غادي نبلوروا نموذج جديد ما عرفتش من سميه غادي نطلقوا عليه واش ليبرالي ولا اشتراكي ولا نص ليبرالي وغادي ننجحوا فيه بلا ما نعالجوا المشاكل الجذريه اللي هي الريع الرشوه عدم دوله القانون. نرجعوا شويه بالوقت اللور غادي نلقاو الراجل اللي عطى الدروس للمخزن والاحزاب والجمعيات والمجتمع المدني رفض تمكين ديال العمال ديالو في شركه البونج والنوامس من تشكيل مكتب نقابي حتى انه ضحى بسبعه من العمال اللي قادوا حراك داخل الشركه لاجل هذا الغرض لكن القضاء والحمد لله نصف هاد العمال. كيف كنقولوا شعار البرنامج هو الحساب صابون وفي زمن كورونا نقدروا نعتبروها فضيحه بعد احتجاج عمال شركه البونج والنوامس مؤخرا خلال الاسبوع الاول من شهر ابريل بعد حرمانهم من الضمان الاجتماعي. شركه النوامس والبونج ديال السي كريم قررت توقيف العمل منذ 20 مارس الماضي اي بعد الاعلان عن حاله الطوارئ الصحيه في بلادنا. ومن هذاك الوقت ازيد من 200 عامل بالشركه كيعانيوا في صمت خصوصا وانهم ما استفدوا لا من الضمان الاجتماعي وما توصلوش بالاجور ديالهم. يا راه جينا نهار السلام عليكم كنشكركم على الحضور ديالكم جينا نهار اثنين وخدينا من عند وعد من عند المسؤوله ديال الموارد البشريه كتقول اننا في هاد اليومين هادي غادي نطرقوا الموضوع ديالكم ونناقشوا باش نلقاو واحد الحل. قالنا تواصلوا مع لي ديليغي ديالكم حنا كنتواصلوا مع لي ديليغي كيقول لك ما عندنا حتى شي اخبار ما عيط لينا حتى شي واحد يعني هاد الناس هادو ما يعني ما دايريناش ما مسوقينش لينا حنا عندنا وليدات عندنا مسائل ديالنا وما الناس ما باغيش يفيقوا لنا كاع منا. جينا اليوم عاوتاني هنايا كنتواصلوا مع السلطات في الشخص ديال السي القايد والسي الباشا كيقول لك راه عيطت عاوتاني للمسؤولين هما هما جينا لقينا الباب محلول سدوه علينا في الوجه ديالنا هما صوروا الباب ديال كيقول لك راه تواصلنا مع المسؤولين سيرو حتى نهار الثلاث راه غادي لا حنا ما غنمشيوش من هنايا بغينا حل لان حتى لا سي ان سي السيارات نهار 28 29 كيسالي الديكلاراسيون بغينا شي حل اللي يسولنا الوضعيه ديالنا حنا راه ما غنمشيوش من هنا حتى يلقاو لنا شي حل. طريقة كريم التازي في احدى التصريحات ديالو كيف كنقولوا العجيبه والقفشات ديالو اللي مره كتضحك ومره كتبكي قال ان فيروس كورونا هو عبارة عن نقطة تحول في تاريخ المغرب. نتمناو يكون التحول أيضا حتى في التفكير ديال الملياردير الاشتراكي والإقطاعي ويخلص الناس ويفكوا حيله مع الطبقة العاملة اللي خدامة عنده قبل ما ينتقد عمل الدولة ومؤسساتها. صدقونا سزمان مني قالوا خلات باب دارها ومشات تشطب باب الجامع. هنا مجموعة من التساؤلات كتطرح كيفاش ممكن أن لجنة النموذج التنموي الجديد تعطينا واحد النموذج اللي غادي يزيد بالمغرب للقدام وباقي في اعضائها اللي ما مخلصش حتى الخدامه وفي زمان كورونا. ما كنبغيوكمش تقلقوا منا لان مره طالع ومره نازل هذه هي فلسفتنا في برنامج اجي نتحاسبوا. الصحافه سلطه رابعه ما عندهاش زرواطه ولكن عندها قلم وكاميرا. الى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.